سمعني نقول لك واحد جوج هضرات، راه غنخرج انا وياك من العيب، راه غنديروا الشوه. انا اصلا مشوه، ما عنديش حتى شي مشكل. لا سير اللوزر، انا اصلا كنت غير غنخرج الشوه. ماما بينك وبين ام انا ماشي صوفي، وما تقدش عليا رضا. تقول لي شكايه ما انا بطانه وياك. انا راه زوينه زوينه تاكلني. شوف راه نحيد الممو ديال عيني ونعطيه لك. رشيد انا نحيد الممو ديال عيني ونعطيه لك، نقطع من لحمي ونعطيه لك، ولكن باش اديني واش بغيتي تقلب عليا الناس ودير لي فيها راك مظلوم وهذا وهذا. لا انا تنقول لك بينك وبين ماما انا خليني بعيده. مالكم على هادشي نتوما؟ هو كل مره طالع فيديو طالع دابا تيسبني عاوتاني. علاش بينك وبين ماما انا ما بقاش يدخلني؟ اش قال لها؟ قال لها مشات معاها لو بغيتني نخدم عليهم انا، لو تتعاطى معايا يمكن عيالات. شوفي ماما شوفي نقولك واحد الهضره، انت عارفاني كيفاش دايره. انا شنو قلت لك في الاول ملي حكيت الفيديو الاول؟ قلت لك ماما ما تجاوبيش صافي ساعات غضب، ربما دار فيديو في ساعات غضب. قلتها لك ولا لا؟ وعيطت له قلت له قطع عليا في وجهي الفيديو الاول، الفيديو الثاني، الفيديو الثالث، دابا الرابع، وكيجبدنيش بغا. راه غنخرج. شوف بلاتي يا ماما الله يرحم لك الوالدين، راه غنخرج معاك اللعيب، راه ما نعقل على حتى شي واحد. سكسي ماما ملي كون كنهضر ما تبقاش تقول لي سكسي سكسي يا موتي. سكسي سمعني نقول لك واحد جوج هضرات، راه غنخرج انا وياك اللعيب، راه غنديروا الشوهه. انا اصلا مشوهه ما عنديش حتى شي مشكل. بلاتي انا اصلا اقسم بالله العظيم باقي ما شفتش الفيديو ديالو. ماما بينك وبينه انا ماشي سوقي. وليش جبدك انت؟ وقولي هادي انا غنرد عليه. لا نادى لا ولا مشاكل ديالكم بيناتكم، وفي الاول قلت لك الا مشى وقع شي مشكل بينك وبين ماما يخليك انت بعيده في خليك. خليني انا بعيده وما تطلعوش في السوشيال ميديا. انت كتعاطى اكثر من العيالات، ما عرفناك راجل ما عرفناك مراه. صاحبي ترجل معايا شي شويه، انت غا جالس كتعاطى مع الناس، راه الرجال ما كيتعاطاوش. راه قلت لك عيبي خايب، خليني ساكته وسده فمي، راه ما تقدش عليا رضا. تقول لي شكايه ما انا بطانه وياك، حتى انت كتهضر عليا. اما كنخافش. سكتينا بالبساله. بساله هو رفعت الفيديوهات كيجبدني وكيعرض عليا الناس. انا اختي واش انا غنتزوج به؟ منك ليه؟ عمري انا قلت لك شي حاجه عليه؟ بغيتيه بغاك الله يعاونكم، ولكن ما بقاش يجبدني انا ويطلع على ظهري. ها الناس شاهدين واش عمري انا درت عليه شي فيديو ولا جبدته؟ قلت لك ما بقيتش تعاطي في الفيديوهات صافي الناس. لا انا غنرجع معاك ونرجع للزمر. ما بقيتش تعاطي غنجيبك. مالنا حنا على هاد البساله كامله صاحبتي يح. دابا اللي غنطولوه نقصروه. جوج هضرات قدام الناس. انت عزيز. انت عزيز عليا وكنموت معاك. باقي ما شفتش هاد الفيديو. سمعتي؟ انت اريضه عزيز عليا. ونهزك فوق راسي وكنموت معاك اي حاجه كنموت معاك فيها، ولكن باش دير لي هاد الروداو وتقول لماما ياك ما يسحب. بلاتي يا ماما كتهضروا صدعتوني، ياك ما يسحب لك انا تقول ماما بغيتوني نخدم عليكم، ياك ما يسحب لك انا نزار، ولا ياك ما اجد انا خويا لهاد الهضره كامله، ياك ما يسحب لك لقيتيها في الشارع ملقطه. علاش؟ اه ايوا راه تعيرنا. وسير عطيني الشبر ديال التيسير. ايوا هذا اخر هضره غنقولها لك، اول فيديو غادي نديرو جوج هضرات. اتعاود تدوي عليا، اتعاود تدوي عليا عندك شي حاجه مع ماما. انا غنقول منك ليها الفيديو ديالو، منك ليها ياك. ولكن ما نشاركوش هادشي في السوشيال ميديا. هو ماما هو ربعات الفيديوهات كيحط مالنا على هاد البساله؟ مالنا كاع ما يطلعش عليه كاع وما يصبيش ما يطلعش. انا على ظهري واحد اللي قلت له ودي راه غير هذا اللي داتني دارت لك مفاجاه. مال على هاد الحاله كلها؟ ما نعرف مالو ياك لاباس. قال لي رضينا بالهم والهم رضا بينا، هي ديالها والله الا والبساله كي دايره. وانا اقسم بالله العظيم انا عاد ندخل الفيديو، اقسم بجلال الله انا الفيديو ديالو ما شفتوش. عاد حطو وانا غندخل نشوفو. داكشي اللي قال لي انا غنردو عليه قدام الملأ. دابا تبقاو هكا. ايوا ايوا عطيني نعطيك عطيني نعطيك عطيني نعطيك. وعلاش جبدنا؟ صافي ياك حنا مات... على سنة الله ورسوله في الحلال وهذا الشيء جدنا حنا ولاد الشيء ديال الدراري صغار. باسل صاحبتي باسل رايده والله الا باسل. وصاحبي عزيز ما بغيتش نخرج معاك لهذا الشيء وقيل لك قدام الناس. راه ما تنجبدكش الا عمري جبدتك انا، يقولوا لي الناس راني جبدتك. انا ما تنجبدكش رايده اخويا وبعد مني بعد مني. العهد راه ما بقاتش كتعاطى كاع في التليفونات، ما بقيتش كنخليها كاع تتعاطى في التليفون. بعد مني اصاحبي، خلي الاحترام بيني وبينك، خلي ديك الصداقه ديالنا تبقى، خلي صداقتنا تبقى نقيه وتبقى زوينه.
وانت صافي كتحط جوج فيديوهات في النهار علينا حنايا مالنا؟ انا ما محتاج لي شي فيديو. سالا كي دايره فيديو واحد.